في قرية الصفيح بمحافظة الفيوم تم تنظيم احتفالية إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وده كمان بجانب فرش المنازل دي بأثاث منزلي كامل. ده حصل ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع. معانا بصحبتنا الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بنصبح عليك يا أستاذ عصام. صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني بيقولوا ان الانسان ساعات بيبقى ليه يعني نصيب او حظ من اسمه. قرية الصفيح الماضي بتاعها كان فعلا كده، وهل مازال كده ولا الموضوع اختلف دلوقتي؟ طيب خليني أبدأ مع حضرتك أنه في إطار جهود التمكين الاجتماعي ودعم المنظومة التعليمية ودعم صحة أطفال المدارس في قرية الصفيح في مركز يوسف الصديق في الفيوم، التحالف الوطني ومن خلال مؤسسة صناع الخير وبالتعاون مع إي فاينانس للاستثمارات المالية قدم منظومة خدمات لتحويل حال قرية الصفيح بشكل تام. قرية الصفيح من واحدة من القرى اللي ليها ظهير بالظهير الصحراوي، المنازل كانت في معظمها كانت من الطوب اللبن وكان أسقفها متهالكة تماما. ال 48 منزل اللي تم إعادة إعمارهم على مرحلتين كل المنازل بلا استثناء كانت منازل لا تصلح للسكن. الحقيقه يعني عايز اقول لحضراتكم دراما وقصص انسانيه غايه في العمق الاهالي كانوا بيحكوها لنا على المآسي اللي كانوا بيقابلوها داخل المنازل في فصل الشتاء، لما بيحكي لنا رب اسره انه في رمضان وقت الفطار يتلاقى الدنيا بتمطر وقاعد في وسط اولاده ومش قادر يحميهم من المطر لان المطر بيسقط في الاكل وهم بياكلوا جوه البيت واولاده يعيطوا وتبدا الاسره تعيش حاله من الماساه، اسره ثانيه يتعرض يعني جدران البيت بتقع جدار ورا جدار وتنجو ربه الاسره من اللي بيحصل بعجوبه. الحقيقه لما يختلف الوضع، واعتقد ان حضراتكم في عرض لحال البيوت دلوقتي والتغيير اللي حصل فيها كمان الحقيقه من بين الحاجات احنا متابعين وشايفين جداً. هي شكلها وكانها شاليهات فندقيه رائعه الجمال، ما كانوش مصدقين التغيير اللي حصل لهم. لما كنا بنسالهم انتوا كنتوا متوقعين ان ده يحصل لكم؟ كنتوا متوقعين ان حال البيوت يتغير للشكل ده؟ كانت الحقيقه ابتسامه عريضه بتكسو وشوشهم واجابه قطعيه منهم كلهم، كناش نتوقع ده على الاطلاق. طبعا مش عارفه كنت سامعني ولا لا استاذ عبد الرحمن، كنت بقول ان احنا شايفين ومتابعين مشاهد على الشاشه وكانها شاليهات فندقيه، يعني حاجه متميزه جدا. الاعمال شملت على ايه؟ بناء وتشييد، وصلنا لمرحله ايه لغايه ما تم تسليم المنازل لاصحابها؟ خليني اعدد لحضرتك. بدايه المنازل اللي كان جدرانها متهالكه تماما كنا بنعمل لها اعاده اعمار كامل هدم واعاده من الاصل. كمان كنا اعاده اعمار كان بتشمل زي ما حضراتكم شايفين الصور بتحكي اسقف من الخرسانه، ارضيات من السيراميك، اعمال سباكه، اعمال دهانات، باب وشباك، وختاما فرش اثاث لكل منزل عبارة عن ثلاث غرف، غرفتين نوم، غرفة نوم كبيرة وغرفة نوم أطفال وغرفة استقبال ومطبخ وأجهزة أو بعض الأجهزة الكهربائية. ده الحقيقة كمان يعني وإحنا بنشتغل والتحالف من خلال صناع الخير وبالتعاون مع إي فاينانس كان فكرتنا إن إحنا نعمل تغيير حقيقي ممتد ومستدام داخل القرية. فكان شغلنا بالتوازي مع التمكين الاجتماعي وتغيير حال البيوت إن إحنا كمان نهتم بصحة الأسر بشكل عام وصحة أطفال المدارس بشكل خاص. فعشان كده نظمنا قافلة كبيرة
داخل احدى او المدرسه الوحيده اللي موجوده في الصفيح، كشفنا فيها على اطفال المدارس في الامراض اللي بتاثر على حياتهم بشكل عام. قبل ما نخش في الامراض استاذ، كمان الحقيقه كنا بنحاول نربط ما بين التقدم التكنولوجي في القطاعات التعليميه المختلفه وما بين تطوير مدرسه الشيمي بالقريه. رفعنا كفاءه معمل الكمبيوتر داخل المدرسه، زودنا المعمل بكافه بعدد كبير من اجهزه الكمبيوتر، بملحقات اجهزه الكمبيوتر من طابعه ومن بروجيكتور وكافه الاجهزه، عشان المعمل كمان يقوم بدوره في يعني خدمه المنظومه التعليميه داخل المدرسه، وعشان الولاد وهم في بلدهم وهم بيبداوا حياه جديده يكونوا واكبين في مدرستهم لاحدث اساليب وادوات التعليم بشكل عام في كل المدارس الحديثه في مصر. استاذ عصام، اللي عايز يعني يقدم على حاجه زي كده يعمل ايه؟ يعني انا عندي كم تحديدا وحده تم تنفيذها، وهل عندنا مراحل يعني مرحله اولى وثانيه وثالثه، ولا الموضوع كده احنا خلصنا كل ما هو موجود في قريه الصفيح؟ احنا بدأنا قرية الصفيح بقياس الاحتياجات بشكل عام لكل الاهالي، عملنا مسح كامل بيت بيت، بدأنا بالبيوت الاشد احتياجا، بدأنا بالبيوت الاكثر تضررا واللي لا تتحمل على الاطلاق ان الاهالي يعيشوا فيها يوم واحد، واشتغلنا في اعمال اعادة الاعمار، انتهينا من المرحلة الاولى ثم وصلنا للمرحلة الثانية. بالنسبة للقادم بقى، احنا مستهدفين الحقيقة التمكين الاقتصادي. احنا عملنا حراك وغيرنا من احوال 48 أسرة في داخل القرية من خلال منازل جديدة، واهتمينا بالقطاع الصحي زي ما وصفنا لحضراتكم، واهتمينا بالمنظومة التعليمية. داخلين بفكر مختلف شوية كمان، ان احنا نعمل تمكين اقتصادي لعوائل الاسر الاشد احتياج، وخصوصا السيدات القرويات الارامل والمطلقات اللي بيعولوا اسر، من خلال انشاء وتطوير مراكز استدامة لتنمية وتطوير التراثية. مهتم جدا بالتفاعلي مع اعمال اعاده الاعمار، ان احنا نمكن ونأهل السيدات القرويات انهم يبقوا محترفات لعدد من الحرف. والحقيقه هنا التعاون من خلال التحالف ومؤسسه الخير وإفنان، التعاون مثمر. نتوقع ان احنا نفتح مركز استدامه بالقرب من قريه الصفيح، او التطوير في مركز استدامه بالقرب من مركز الصفيح في قريه دار السلام، عشان يبقى في فرص للاسر، وعشان الاسر نفسها بعد ما تطور حالها وبعد ما يعني بدا يبقى في خدمات طبيه جيده بتوصل لها، كمان يبقى في تمكين اقتصادي بالدخل الكريم تمكن عوائل الاسر انها يعني تلبي احتياجات افراد اسرتها. اكيد. طيب الفتره اللي استغرقتها اعمال الانشاءات واعمال اعاده البناء واعمال الترميم اخذت فتره قد ايه؟ وفي الفتره دي هل تم بقى التعامل مع الاهالي بشكل او باخر بحيث انهم يبتدوا يتدربوا للوصول ل يعني الشكل المختلف اللي بقت عليه بيوتهم، وفي نفس الوقت يكونوا استغلوا الوقت ده لتنميه مهاراتهم؟ بداية في موضوع المنازل، احنا اشتغلنا على مرحلتين عشان يعني اقل عدد ممكن من الاهالي يكون سايب بيته في الفترة اللي هنشتغل فيها. ضغطنا وكثفنا الشغل داخل المنازل برضو عشان نبقى منجزين للاهالي اعمال اعادة الاعمار. لكن الحقيقة ده ما يمنعش ان احنا
يعني اجتهدنا جدا ان احنا واحنا بنعمل ده كله نكون محافظين على جودة الخدمة اللي بتتقدم، سواء في بنيان الجدران او في الاسقف او في اختيار الارض، حتى اختيار الالوان للدهانات عشان يبقى الوان مبهجة ومفرحة ومعبرة عن الامل ومعبرة عن القادم. بالنسبة للتمكين الاقتصادي، الحقيقة مراكز استدامة في الاصل هي مراكز تدريب وتأهيل قبل ما تكون تشغيل. فعشان كده احنا الهدف من مراكز استدامة هي تدريب الاسر وعوائل الاسرة، خصوصا السيدات القرويات، على مراحل. بنستقبل مجموعة من السيدات بيتدربوا، بنسمح لهم بالتشغيل كمان من منازلهم. بعض الحرف زي صناعة السجاد ممكن الأسرة أو السيدة الفاضلة اللي احترفت ونجحت في الدورة التدريبية بنساعدها كمان إنها تاخد نور وتشتغل داخل بيتها، وبنساعدها كمان إن احنا نديها مستلزمات الانتاج، وكمان بنساعدها في تسويق منتجها عشان تكتمل مراحل الانتاج بشكل كامل، عشان في النهاية نحقق لها الدخل المستدام والكريم. أكيد كل الشكر ليك الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا.